اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت لميديسن، وفي انتظار كل المكالمات اسئله واستفسارات ورد عليها مباشره من الساده الدكتور الفاضل محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب بجامعه عين شمس. اهلا استاذ حسين. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ لقاء متجدد جميل ان شاء الله دايما يعني يا رب. بارك الله فيك وبننتظره يعني من الاسبوع لاسبوع. وموضوع كورونا اليومين دول زي ما احنا عارفين يعني الشتاء دخل واحتياطاتنا اكيد، واحنا بدأنا الموضوع دلوقتي بقالنا يجي 10 شهور بنعالج الناس على الهوا وبنقول لهم يعني ما يزوروش الاطباء غير في شديد القوي زي ما بيقولوا. طبعا يعني يستحسن ده افضل شيء متهيألي. العالم كله دلوقتي بيشتغل زي ما احنا عاملين كده. كل الدول الاوروبيه ابتدت على فكره من زمان جدا. مفيش دلوقتي زيارات للمستشفى؟ لا مفيش، كله على طريق التليفون، كله عن طريق التليفون او السكايب، بس غالبا التليفونات يعني. نعم ده اكيد يعني. ويعني برضه لما بيبقى المريض بيدي المعلومات الكافيه والتحاليل الكافيه دي بتساعد اكيد حضرتك ما هو على ان يعني تقدر توصف له الروشتة الصح والشفاء يعني بإذن الله يعني. ما هو الفكرة إن ما هو مش بناخد إحنا منه أعراضه وبندينه علاج. الفكرة إن أساسا أو الغاية هو التشخيص، يعني نشخصه صح الأول. العلاج ده أقل يعني أهمية من التشخيص. لو أنت شخصت صح حضرتك، والتشخيص عادة إحنا في عياداتنا العيان هو داخل بالباب تقريبا يبقى 80% بتشخص لما حضرتك الباب. بتشوفه يعني وبفتح الباب وداخل كده واخد بال حضرتك، يبقى 80% تمام. يقعد يتكلم تقريبا ممكن توصل ل 100% قبل الكشف يا دكتور. قبل الكشف تقريبا ممكن يوصل 100% وهو قاعد. انت بقى بتقوم حضرتك تكشف عليه لحاجتين، واحد تمام. تتاكد من اللي انت وصلت اليه واخد بال سيادتك، يعني مثلا هو بيتكلم انا شخصت ان عنده تضخم في الكبد تمام، او عنده حضرتك مثلا التهاب في الاعصاب الطرفيه بالسكر، او عنده مش عارف ايه، دي بتاكد منها بس مجرد. اتنين، بعض حاجات تكون خطيره احاول استكشفها واستبعدها بالكشف تمام. لكن لو انا ما وصلتش للتشخيص وهو داخل من على الباب وبعد ما يقعد يتكلم عادة هتكون الامور يعني صعبة، دخلت في عدة تشخيصات ومحتاج ان انا افرق تمام. ده هو كده. طيب ناخد اول اتصال يا دكتور. اتفضل يا فندم. مدام جهان السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا مدام جهان، اتفضلي. اهلا بحضرتك. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون شوية يا مدام جهان. حاضر. شكرا، اتفضلي الدكتور معاك. دكتور السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. بص حضرتك، هو كان جوزي بيتعالج من فيروس سي. نعم. الكلام ده من 6 سنين، فكان بياخد الحقن اللي كانت موجودة وقتها انترفيرون، فمن وقتها لغاية دلوقتي الصفايح واطية. مش عايزة ترتفع يعني؟ لا مش راضية ترتفع، يعني اخر حاجة انا عاملاها دلوقتي الصفايح طلع 96%. كم؟ 96. 96%؟ هو 96,000 تقصدي؟ 96,000. انا عارفه المعدل الطبيعي من 150. طيب 96، وحضرتك بالنسبه له في نزف في اي حته في جسمه؟ لا 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 ما فيش. هو حضرتك كان دخل فتره كده كان بيتعالج من جلطه في الوريد البابي. في جلطه، والجلطه راحت بتاعت الوريد البابي، كان في انسداد في الوريد البابي. الحمد لله احنا مشينا مع دكاتره هنا في طنطا، فابتدت الجلطه تفك واحده واحده مع المريفان. هو قال لي هتفك بس على المدى البعيد. فالحمد لله انا عامله متابعات سونار والحمد لله الدنيا كويسه معايا. طيب معي. الف سلامه. هي مشكلتي دلوقتي في الصفايح. حاضر، انا هقول لك حضرتك. طيب شكرا. شكرا شكرا يا مدام جهان. يعني هو بالنسبه للصفايح 96,000 ده رقم كويس جدا، لان عاده النزف بيكون اقل من 50,000. بل بالعكس، ده هو كان عنده قابليه للتجلط بدليل ان حصل له جلطه او انسداد تجلطي في الوريد البابي. هنا انا كنت نقص الصفائح مش ناتج من ان الانترفيرون زي ما بتدعي اللي هو اثر على نخاع العظام وقلل افراز او تخليق الصفائح الدمويه. انا ده طالع وكنت هسالها بس هي جاوبت من غير ما تاخد بالها ان في تضخم في الطحال.
معنى ان حصل انسداد في الوريد البابي فالطحال هنا اللي بياكل الصفائح الدمويه. طب نشيل الطحال ما نشيلش الطحال؟ احنا في الوقت الحالي شايف انه ملوش لازمه انه يتشال، او ربما ان حاله المريض العامه لا تسمح باجراء عمليه. 97 و96 و70 الف ده مش وحش، وندعي الله سبحانه وتعالى نستمر على كده. ماشي، ناخد الاتصال بعد يا دكتور. اتفضل. ام محمود سلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. اتفضلي يا ام محمود. سؤال للدكتور لو سمحت. اتفضلي معاكي. احنا كشفنا على جوزي وعنده اختناق في العصب في دراعه اليمين، دراعه اليمين. قصدك في منطقه المعصم؟ لا مش من المعصم يا دكتور، ده من فوق العصب عند الكتف. ايوه من عند الكتف كده يا دكتور. اختناق في العصب الامامي ولا الخلفي؟ ما في عصب امامي وفي عصب خلفي، ولا هو الخلفي؟ اختناق في العصب الدكتور، بس ما قالش لا الامامي ولا الخلفي. من ظهر الدراع ولا وش الدراع؟ من وش الدراع. طب مأثر في صوابعه؟ لا مش مأثر في صوابعه يا دكتور، بس هو متضهر كده، فهو منه صنايع ازاز وبشيل حاجات تقيله، فدراعه مش قادر يرفعه كده. لا ده مش عصب مخنوق بقى. ايه عصب مخنوق؟ تقصدي بقى ان هو عنده الفقرات العنقيه. ايوه هي كانت بدات الاول في الفقرات العنقيه وبعدين سربت في الدراع اليمين. طيب ايه السؤال؟ الدكتور بيقول عندك اختناق في العصب. ما هو اختناق في العصب في اثناء وخروجها من الفقرات العنقيه. ايوه بالظبط كده يا دكتور. طيب اتفضل. فدراعه دلوقتي ما بيقدرش يحركه ويرفع بقى اي حاجه كده. طيب الف سلام عليه. شكرا يا ام محمود. هو هنا اللي حصل ان لازم نعمل حاجه، واضح ان العصابة اللي هي بتاعت الفقرات العنقيه اللي بتغذي الدراعين او الايدين، يعني الابر ليمز، يعني اللي هم الدارع والساعد والاصابع، ده كله طلع في الفقرات العنقيه، ففي اختناق او متضايقين فيهم. هو لازم يعمل فحوصات، ان في اشعاعات، ويشوف هل في ضيق في القناه نفسها اللي فيها الحبل الشوكي ماشي، وممكن يعمل فحص كهربي، حاجه اسمها فحص كهربي للاعصاب المغذيه للذراعين. هي مشكلته انها مأثره على العضلات اكتر من على الاحساس، عضلات ال فهو احيانا بيبقى علاج طبيعي، واحيانا بيكون عمليات، واحيانا بيلبس الرقبه عشان تشيل الضغط ده من على الفقرات، يعني حسب التشخيص. نعم. طيب يا دكتور ناخد الاستاذ محمد. سلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ محمد. الله يكرمك. اكلم الدكتور لو سمحت. اتفضل الدكتور معاك. الله يكرمك. بقول لحضرتك كنت عاوز حاجه كده لنقص الوزن. يعني انت سنك كم سنه؟ 35. وزنك قد ايه؟ 35. وزنك 35 كيلو؟ سنه 35. ما انا نقلت خلاص من زمان على الوزن. طب سنك يا استاذ احمد؟ ما قال 35. سن 35. الوزن بقى؟ الوزن؟ الوزن 120. 120. انت عايز حاجه تنزل الوزن؟ ايوه تنزل وزن. طيب وانت فكرك والكلمتين اللي انت بتقولهم دول حاجه تنزل الوزن؟ شايفني بضرب ودع؟ ما انت لازم تقول لي الحاجات الباقيه. طولك قد ايه؟ 170. طول؟ طب كويس، طول طويل ما شاء الله. حضرتك متجوز؟ ايوه. عندك اولاد؟ لا. في مشكله في موضوع الخلفه والكلام ده؟ في. اوكي. منك ولا من زوجتك؟ والله عندها شويه تلخبطات في الهرمونات كده. لكن انت الحيوانات المنويه كويسه؟ كويسه. طيب انت عملت حاجات؟ طبعا اخدت ادويه ووصفات واللازم منه، وما نجحتش في الخساسان. ايوه مظبوط. اوكي. ده ما فيش ضغط ولا سكر ولا حاجه؟ لا ما فيش. طيب الف. اول وزنه كام؟ الوزن 120 كيلو. 120. طب اوكي شكرا جزيلا. شكرا شكرا استاذ محمد. وابو احمد انتظرنا بس دقيقه. هو يعني احنا نقدر نقول ان في كذا خط من الخطوط اللي بتنقص الوزن، واخد بال حضرتك؟ الخطوط دي كل خط هينزل لنا 10 كيلو. تمام. انا هنا عاوز انزل 30 كيلو على الاقل،
فما فيش خط لوحده هينزل ال 30. في ضبطه هرمونيه ان انا اعلي له الهرمونات اللي بتحرق. اتنين نظام ريجيم يبقى يروح لحد من الجماعه اللي هم بيعملوا التغذيه والجماعه دول اللي قاعدين ما شاء الله اهو بقى طب جديد عاملينه. مش بيروح حاجه هم مهمين بس اكيد يعني. بس يعني حاجه لذيذه كده يعني خد بقى حضرتك جميله يعني طبعا حاجه بقى دكاتره في 3 شهور يعني ده مش كتير يا دكتور المفروض في 30 سنه يبقى دكتور نمره 3 حد بتاع رياضه وجيم برضه 6 شهور هو بقى عنده مع جيم ويشتغل دكتور واخد بقى حضرتك 10 10 10. انا بالنسبه لي مش هتكلم ياكل ايه ويعمل ايه لان دول مش ما عنديش وقت تمام. هو هياخد معايا هياخد دواء اسمه التروكسين 200 هو سنه صغير ممكن اديله انا مطمن 200 مايكرو جرام حبتين يعني الحبايه 100 2 حبتين قبل الفطار بساعه كل يوم 3 شهور وبعدين يبقى يكلمنا. ياخد تمام. كمان جلوكوفاج 1000 حبايه قبل الفطار وحبايه قبل الغداء وحبايه بالعشاء بساعه واخد بال حضرتك والى جانب الحاجات الثانيه النوعين من الادويه دول هيمشي 3 شهور الى جانب قلت ايه دول ينزلوا 10 كيلو تمام. يمشي كل يوم مش اقل من ساعتين على الاقل لو مش او جيم ويشوف حد يعمل له نظام غذائي ينزل عشان ننزل 30 كيلو دول مهم جدا لانه ممكن ننزلهم ننزلهم في 6 شهور او في سنه تمام هو حسب شطارته يعني. طيب معانا ابو احمد وبعد كده ام علاء ناخد ابو احمد سلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. اتفضل ابو احمد. الله يكرمك من كلمه الدكتور لو سمحت. اتفضل معاك الدكتور ابو احمد. والله انا كنت كلمت حضرتك من اسبوعين عشان خاطر مصطفى عنده 12 سنه وكان في بلغم كده وبتاع وكان في علاج وبتاع هياخد منه هو فبيقول لي خفيت يعني 10 20% كده. انا اصل الصوت انت ابو احمد ايوه يا فريد ايوه كده الصوت بقى احسن شويه خليك زي ما انت كده بره البيت اصلا انت فاتح انت قريب من التلفزيون لا مفيش تلفزيون انا بره البيت طيب ماشي اتفضل بقى قول من الاول تاني عشان الدكتور يسمعك ايوه دكتور اتفضل كنت مكلم حضرتك على مصطفى من 15 يوم على ايه كان مكلم حضرتك من 15 يوم على علاج خد منه ايه هو خف شويه يعني عن الاول لا خليه يطلبنا تاني احسن انا مش فاهم حاجه انت بتتكلم على ابنك يا ابو احمد ها تمام تمام طيب ابنك عنده 12 سنه ايوه وفي بلغم في بلغم من حضرتك برضه علشان خاطر عنده بلغم عنده بلغم ماشي في حاجه تانية غير البلغم لا مفيش غير البلغم طيب بيكح اي حاجه تقول لي تساعده الدكتور لا مفيش كح بس هو خف شويه يعني انت مشكلتك البلغم بس خف بنسبه قد ايه؟ طيب نعم البلغم خف بنسبه 20% بتقول يا نسبه 20% كده العلاج اللي انا قلت لك عليه ايه؟ ياخد نفس العلاج تاني؟ ايه؟ هو بيسال ياخد نفس العلاج اللي كان لا بياخده؟ لا يقوله لي انا ناسي طب ايه اسم ايه اسم العلاج اللي كان بياخده ابنك؟ والله ما وصلتش التقدير تقريبا اقراص ايه؟ 6 زور طيب كم حباية؟ كان بياخد حبايتين في اليوم طيب وايه تاني؟ وكان في دواء شوف بتاني مش متذكر بصراحة طيب وده البلغم ملون ولا ابيض دلوقتي؟ هو حاليا بيقول البلغم خف شوية يعني احسن من الاول طيب انت هتوقف خلاص اقفل وحكي اقول لك شكرا شكرا ابو احمد خليك مع الدكتور ها هياخد كلاسيد 250 مللي جرام حبايه الصبح حبايه بالليل لمده 15 يوم ودواء الشرب زي ما هو تمام ان شاء الله طيب ام علاء سلام عليكم وعليكم السلام ورحمه وبركاته اتفضلي يا ام علاء لو سمحت يا دكتور انا معايا سؤالين اول سؤال ده والدتي على طول بتشكي من القولون بتاعها والدتك والدتي بتشكي على طول من القولون بتاعها واي حاجه بتاكلها يضرها والقولون بتاعها فيه غازات كتير ومنتفخ طيب يعني 44 سنه 4 وزنها قد ايه؟ نعم وزنها يعني 85 كيلو كده طيب وسنها كام سنه 44؟ 44 وعلى طول بيجي لها ارتجاع مريء في الليل يعني في الليل بصي اللي انت قلتيه ده يبقى هي مش عندها ماليش علاج عندها يعني مش عارف اعالجها عارفه ليه؟ ليه؟
لان الدكتور الشاطر المفروض العيان جاله بتشخيص يبقى خد علاج. الشطاره ان انا اطلع حاجه غير اللي انت بتقولي عليها. لو انا مشيت على اللي انت قلتي عندها قولون عندها ارتجاع مريء ما خدت الادويه خلاص وانا فشلت. يبقى صح. الحل الوحيد اللي انا عايش عليه ان انا يكون عندي امل ان يكون التشخيص غلط. لو غلط يبقى انا حد العلاج الصح. ده كلام سليم. يعني حد تشخيص جديد بعلاج جديد. لكن انت قلت قولون وارتجاع اقفلي ملوش لازمه تتصلي. ماشي شكرا دكتور نستاذنك فاصل. اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. اعزائي المشاهدين ورجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل. اهلا وسهلا مره تانية. اهلا يا سيدي. اهلا وسهلا. هي الست الاخيره اللي كانت بتتصل دي ام علاء كانت بتتكلم عن والدتها. عندها هي تتصل تاني اصليا غلط اللي هي بتقوله. احنا عمالين نندم في بلطه. لازم تشوف ايه الاعراض علشان ما هي بقى بتقول عندها قولون تروح عند الراجل العطار مكتوب للقولون في شوال هناك كده واخد بالك هتلاقي في شوال للقولون وشوال مش عارف لكذا وشوال لكذا يقوم يهبر لها شويه من هنا وشويه من هنا وشويه من هنا وخذ دول بس اللي عملهم مش انا. وبعدين ليله ارتجاع المريء هتلاقي بس حاطط زكيبتين زكيبه ومش عارف ايه. هو اللي هيسالها ارتجاع المريء ده عباره عن ايه صح. ولا هي بتشتكي من ايه وايه اللي ممكن يتشابه معه في الطب. كلام سليم. احنا بنشتغل هنا عشان طيب. ابعد القولون ما بيخفش ب 90% من الناس. انا ما اعتقد ام علاء رجعت تاني. طيب ماشي ام علاء انت معانا. السلام عليكم. طيب مع حضرتك. مع حضرتك. اتفضلي يا ام علاء. ام علاء باسكندريه. اهلا وسهلا. هي عندها القولون بس القولون على طول عندها حرقان بيطلع يعني ممكن تكون نايمه تطلع على على صدرها الاكل. لا مش القولون هي نايمه بالليل يا ام علاء استني بالراحه. بص يا ام علاء انت تقولي لي هي بتشتكي من ايه ما تقوليش كلمه قولون. الطلبه بنسقطهم اما يقولوا كده. ما احنا مش بنقول قولون انا بشرح لك الحاله بتاعتها. لو كانت اكل مثلا ما بتهضمش يعني بسهوله. طيب اهو ده مش قولون. استنى يا بنت انت بالع راديو. استنى اما اتكلم تسكت. حضرتك دلوقتي حضرتك هي اما بتاكل الاكل ما بيقف على معدتها صح؟ صح. بس بس دي اللي انا خدتها عشان لسه هبني عليها. كل انواع الاكل ولا اكل محدد؟ الحاجات المقليه بس. صح المقليه والدسم. والدسم طيب الدسمة. اللبن بيريحها ولا بيتعبها؟ لا ممكن من الحاجات اللي بتتعبها برضه. طب كتر خيرك. الزبادي. الزبادي لا ممكن الزبادي تريحها. جميل. طيب لو خدت حضرتك مثلا حاجه مش مسبكه يعني شويه رز ابيض مكرونه بيضة الكلام ده يحصل لهم ايه؟ لا الحاجات هي بالليل بس الحاجات اللي بتتعبها بالليل بترجع ممكن تشرق بالليل وهي نايمه. ده انت دخلت في حته تانية. دخلت في حته تانية. انا لسه ما خلصتش الحته الاولى. الشرقان والكلام ده ارتجاع مريء امشي معاك فيه. خلينا احنا لسه ما شخصناش ده قولون ولا معده. انت قايله بين ثلاث حاجات يا قولون يا معده يا مراره. واخده بالك؟ اللبن يتعب القولون. الدسم يتعب المراره. الزبادي يريح القولون. يبقى احنا دلوقتي بين يعني طب المعده الارتجاع ما هو ده برضه يبقى فيه التهاب في جدار المعده. قولي لي الادويه اللي كانت بتاخدها ايه؟ الادويه اللي كانت بتاخدها ايه؟ ده بيستدير من حرقان في معدتها. بتقول ايه يا سيدي؟ حرقان في معدتها. الحرقان في فم حرقان فوق في فم المعده صح؟ فم المعده. طيب وهي جعانه اكتر ولا وهي واكله اكتر؟ لا وهي واكله اكتر تاكل الاكل يوقف على معدتها يعمل لها حرقان في محموضه في معدتها. وهي حضرتك الارتجاع بيقومها من النوم تحس بشرقه. بشرقه ايوه من النوم بتحس بشرقه. معناها 84 كيلو رفيعه مش كده؟ ولا غيرها؟ مش تخينه قوي. 84 كيلو. 87 كيلو. عملت أشعة على المعدة على الأشعة على البطن؟ لا ما عملتش أشعة على البطن. طيب اقفلي وأنا هجاوب حضرتك. شكرا يا أم علاء. شكرا. أستاذ محمود معانا بعدين. أبسط حاجة هو الأشعة التلفزيونية على البطن بستعملها في أماكن بيكونوا بيعرفوا يقروها. أو بمعنى أصح الأجهزة دي أجهزة طبية طبعا مش الناس بتفهم فيها. في جهاز رخيص وفي جهاز غالي وده بيبين يعني درجة وضوح الصورة. تمام. زي التلفزيون الفوركي اللي طالع كده واخد بال حضرتك وفي التلفزيون العادي وبرده تردد القناه وبيسموه ريزوليوشن يعني
واخد بال حضرتك؟ تمام. ومش هسألك في الريزوليوشن أنا، أنت راجل فنان كبير. أسأل؟ لا لا ده اتفضل. طيب الريزوليوشن اللي هو إيه بقى؟ أستاذ حسام على فكرة فنان كبير. لا الريزوليوشن اللي هي الـ 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 القيمة اللي بتاعت الوضوح، درجة وضوح الصورة. قيمة وضوح الصورة. طيب دي بقى الناس المهندسين عشان يحط لها لازم يبقى إضاءة وصورة ومعدات ودنيا. البتاعة اللي ورانا دي. آه. ممكن تكون مثلا درجة وضوح الصورة 70%. تمام. ال 100% ايه الفرق بينها وبين ال 100% كوضوح الصورة؟ ما تخشليش في الإضاءة والكلام ده. لا لا الصوت. لا. لا لا. الصوت شكل الصورة. وتفاصيل الوجه. أيوه هو ده الصح. تفاصيل الوجه. تفاصيل الوجه عشان تبان على الشاشة بوضوح، يبقى الشاشة إيه مقوماتها؟ سيبك أنت بقى من الطب. بيبقى في فرق ما بين على شاشة التلفزيون ولا شاشة سينما؟ الاتنين واحد على فكرة. لا بتبقى ادق شويه بتاعت السينما لان الشاشه كبيره. لا احنا في الاخر عدد النقاط، تباين النقاط في الانش المربع اللي هي البوصه المربعه. يعني ايه؟ طيب. البوصه 2.5 سم او 2.4 من 10 شويه، يبقى البوصه المربعه 2.5 في 2.5 فيها كام نقطه؟ على فكره بيلقنوني العيال دول الكنترول يبقى عشان اصحاب اللمسات الفنيه. يبقى عدد دوتس بير سكوير انش دوت عدد النقط اللي موجودة في البوصة المربعة. قول لهم يبقى عشان امتحنهم. وهنا في مثلا لو في 100 نقطة في البوصة المربعة هيبين وش سيادتك على البوصة دي. تمام. يبان 100 نقطة، فممكن العين ما يبانش النن لان هي متاخدة كلها نقطة واحدة. طب لو كان 1000 امال الفرق ايه بقى؟ ان هم 4000 نقطة في البوصه المربعه. البوصه المربعه اهي كده قد كده، دي البوصه المربعه. تمام. فيها ال 4K اللي هو الشاشات الجديده اللي هي فيها 4000 نقطه في الحته دي، فيبين لك لو شنب حضرتك شعريه بيضة وشعريه سودا هتبان على الشاشه. لازم تسيبها. قول لهم صح ولا غلط؟ لا لا عمال يقول لي يا سلام عليك يا سلام. على فكره الدكتور اللي بيتكلم مش انا. طيب ناخد استاذ محمود. هو احنا كنا ما جاوبناش الست. طيب خد الاستاذ محمود بدل نجاوب الاثنين. ماشي استاذ محمود السلام عليكم. الو الو السلام عليكم يا استاذ محمود. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. مساء الخير يا سعاده الباشا. الله يبارك الحمد فيك. الحمد لله. سهلا. ازيك يا دكتور محمد؟ الله يبارك في سيادتك. ازيك يا باشا؟ الله يخليك يا فندم. ولما كان لي سؤال حضرتك، المدام عندي ايديها الشمال كافته من عند الخناقه اللي هي تحت دي كده منملة. الايدين بتاعت المدام منملة. التنميل الكفة الشمال دي. والكف قدام كده. الكف اليمين لا سيادتك. نعم. الكف اليمين ما فيهوش حاجة. مش سامع يا دكتور. طب اسمعني من التليفون واقفل التلفزيون لو سمحت. التلفزيون. طيب بقول الكفة الشمال يا دكتور. اليمين ما فيهاش حاجة. اليمين ما فيهاش حاجة. طب لو بدام سنها كم سنة؟ سن يعني 43 حاجة كده. وزنها تخينة ولا رفيعة؟ 37. وزنها قد ايه؟ مش عارف سن مراتك. بقول لك ايه؟ هو مستعجل عليه كبر 5 سنين. لا 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 انا مش هزوه، هو عنده شكله عنده اكتر من واحدة والله. هو بيسألني بيقول لي مش بقوله ولا ايه؟ عارف انت الكنترول بيقول لك ان في 2. دي مشكلة. هو اتلخبط الأول قال 42 خلي بالك. أستاذ محمود الاتصال ده يبان عليه جه ضدك. اتفضل اتفضل. حضرتك الإيد اليمين ما فيهاش أي حاجة. لا الإيد اليمين طبيعية خالص، هو بس الكفة الشمال اللي هي فيها اختناق من قدام كده، كان الدكتور قال لها في اختناق في العصب. صح. وكانت خدت علاج برضه كده ما جاتش معاها نتيجة. طيب ألف سنة. بس هي تعبانة منها برضه. طيب حاضر اتفضل اقفل وهرد عليك. حاضر شكرا استاذ محمود. احنا بس احنا هناخد الاول نرد على استاذ محمود. هو فعلا ادام ايد واحده وبس في منطقه الايد من هنا كده، وعاده ما تاخدش الصباع الصغير ده، يبقى اختناق في العصب، عصب بيعدي بالمنطقه دي، وفي هنا حضرتك الرباط الكبير اللي بيحافظ على التندونز اللي هي الاربط. لا التندون اللي هو الاوتار. اوتار الايد دي كلها معديه من هنا، كل صباع تقريبا فيه وترين وجايين من الايد من قدام.
اللي هي من منطقه الساعد، ولذلك تلاقي الهنا بتنقبض. شوف انت بتمسك دي هتكسرها ازاي. القبضه دي هنا لازم الرباط قوي جدا يحافظ على الاوتار في مكانها عشان ما تفطش من الايد. ساعات تدخن الرباط ده ويروح ضاغط على العصب، في عصب تخين كده اسمه الميديا نيرف مد الايد كلها. طب العلاج ايه؟ الدكتور قال اسلكها، ينفع وممكن ترجع. طب ينفع ندي حبوب؟ ينفع، بس ممكن ما تجيبش نتيجه 100%، وانا هحاول معايا. واحيانا بنحقن مواد تدوب هنا. تمام. فبالنسبه له هو ياخد اولفن حبايه بعد العشاء كل يوم بعد العشاء على اللسان لمده 25 يوم 21 يوم، يعني 3 اسابيع. طب دي لها سبب معين يا دكتور؟ الانتفاخ او هو الانتفاخ؟ الحقيقه ساعات يجي مع الحمل، نقص الغده الدرقيه، السكر، الحاجات دي يجي مش معروف سببه ايه، واخد بالك؟ وممكن يتعمل العمليه ويرجع تاني، او ساعات بنحقن مواد هنا. لو هي صعبه قوي يبقى ما قدامناش غير العمليه، بس ياخد الالفن حبايه قبل بعد العشاء لمده 3 اسابيع، ان شاء الله هتجيب نتيجه كويسه قوي وهتتحسن ان شاء الله. ما عملناش احنا ام علاء. ام علاء، احنا عندنا 3 اتصالات، ام محمد واستاذ محمد شحاته واسامه من اسوان. ازاي انت جبت 3 اذا كان احنا عندنا خطين؟ ده 2. طب ماشي، طلع الاثنين باسم واحد محمد يعني شحاته. انا دلوقتي اروح امسك التليفونات؟ لا. هو اتصل بروحين. طيب هنرد على ام علاء. ام علاء، ام علاء حضرتك دلوقتي هي اعتقد القولون الا تشخيصه الى جانب الارتجاع بنسبه 70% مظبوط. مشكلتنا هنا ان احنا ناخد لبن يصلح الارتجاع ويتعب لنا القولون. فممكن الزبادي الفريش يبقى تمام. كويس قوي. فاحنا هناخد دواء رخيص قوي اسمه بريم بران، ده حبوب 10 ملي جرام حبايه قبل كل وجبه بنص ساعه 3 مرات في اليوم. ده للارتجاع. وممكن ناخد معاه دواء رخيص برضو اسمه هيستاك 300 ملي جرام حبايه الصبح حبايه بالليل لمده 21 يوم برضو. تمام. وبالنسبه للقولون ممكن ناخد حاجه اسمها دوجماتيل 150 ملي جرام حبايه قبل الاكل، قبل الغداء وقبل العشاء بساعه. تستمر على دول 3 اسابيع الى 4 اسابيع وبعدين تكلمنا تاني. اللي يتعبها تبعد عنه لان الدهون بتاع كله. يعني بس هتاكلش ده، هتاكل ايه لو ما كليش دهون؟ شوف اللي عندك بقى. احنا خلصنا كده خلاص. ناخد ابو محمد. ابو محمد طب محمد شحاته. استاذ محمد السلام عليكم. طيب ناخد ام اسامه من اسوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم أسامة. الصوت شوية أم أسامة مش واضح. أيوه عايزة أسلم الدكتور محمد. اتفضلي، معاكي يا أم أسامة، أموريني. الأمر لله يا دكتور. اتفضلي. معايا ولد 40 سنة سنه وأنا عندي 60 يعني. فهو من ظهره ومعوق. أنت عارف أنا مش سامع. طيب. دلوقتي انت عندك ابنك 40 سنه صح؟ يا دكتور. ايه المشكله بقى؟ المشكله ان هو ما بيقعدش على الارض خالص. ما بيقعدش على الارض او مخدات. ما بيقعدش على الارض، بيقعد على مخدات. هو وصغير كان يضرب ظهره في الارض. تمام. وبعد كده جاله شلل في رجله كمان. شلل؟ جاله ايه؟ ألم في رجله. ايوه هي رجله رفعت كده وراحت اتلوت يا دكتور. اتلوحت؟ وبعد كده وديته دكتور عظام عندينا في الدكتور نبيل درويش، قال لي لازم تعمل له عمليه. طب ما تخيلت اسئله. بص الاتصال مقطع على بعضه. طيب عندها الشبكه تقريبا من اصلا. يا اما تغير الشبكه يا تغير المكان بس او حاجه يعني. او تتصل يا ريت. طيب اتصلي تاني يا ام اسامه معلش. يا ريت تقدري تعودي الاتصال تاني. هو مفيش تليفونات ارضيه. يا دكتور بتصل. بتقولي ايه؟ بالعجل يجمع معايا بالعجل. بعد ساعه؟ بالجمع. بتتصل بالعجل يعني. طب تقدري تقولي لنا بس باختصار المشكله ايه؟ او بس تعلي صوتها احنا مش سامعين. اعمل العمليه ليه يا دكتور في رجله؟ ما انا ما فهمتش ايه اللي عنده. طب يا ام اسامه ما الدكتور لازم يعرف هو ايه المشكله، احنا ما عرفناش ايه المشكله. بتقول ايه؟
رجله ما بيعرفش يقوم وهو تقيل. هو وزنه قد ايه؟ طب الوزن ايه؟ وزنه قد ايه يا ام اسامة؟ 90 كيلو. وطوله قد ايه؟ ما 90 كيلو عادي، ايه المشكلة؟ 40 سنة. الطول كام؟ الطول قد ايه؟ الطول يا دي متر ونص. يعني ماشي. يعني تخين؟ تخين يا دكتور، تخين. طيب بيتحرك عادي وبيمشي وبيطلع السلم وكده؟ لا يا دكتور، انا بقوم واوديه الحمام واحنا سامحين. يعني انت قصدك قعيد يا ام اسامة؟ قعيد؟ طب الدكتور بتاع العمليات عايز يعمل له عمليه لايه يعني؟ قال لي رجله يتعمل له سرايح ومسامير في رجله عشان رجله تتفرق. عشان رجله ايه؟ يقعد على طول. عشان رجله تتفرق؟ بيقول لك يركب له مسامير وشرايح عشان رجله تتفرد. عمر، هي رجله دلوقتي متنيه تحته يعني مثلا؟ ايوه، رجله ملويه خالص بتترمي وراه كده. طب يعني ما ينفعش يركب له جهاز؟ يعني يا دكتور يعني ما يركب له جهاز. انا بقى بقوم وانا بلبي وانا بديه الحمام وانا لبس وكل حاجه. يعني في رجل سليمه ورجل تعبانه صح؟ ده رجل لفه ورا ظهر ورا رجل ورا. طيب خلاص اقفل يا فندم، اقفل وانا هجاوب سيادتك. طيب ماشي يا ام اسامه، اسمع الدكتور. طيب خليكي معاه، شكرا. انا دي العمليات دي بتبقى حاجه اسمها بنسميها احنا عمليات كونزرفيتيف. يعني ايه؟ يعني عمليات هتحافظ على الحد الادنى من الاستخدام. يعني مش هيقوم يجري ويركب عربيه والكلام ده خالص. لا. يعني بدل ما هي شكلها مثلا مش مناسب، هيمكن يكون شكلها هتبقى مقبوله. وربما تساعده في الارتكازات، فانا رايي، لان انا مش قادر افهم الموضوع قوي، رايي انها تاخد راي اكتر من حد، ولو كان حد مثلا في جامعه اسوان استاذ عظام ولا حاجه في مستشفى جامعه اسوان، تروح تخليه ياخد رايه برضه قبل ما تعمل عمليه. احنا قبل ما نيجي نعمل عمليات بالذات لازم ناخد راي ناس كبار. تمام، اكيد. واخد بالك ليه؟ لان العمليه دي نعمله كده مش عشان فلوس، عشان جدوى العمليه نفسها. لان ممكن نفتح على نفسنا فتحه، يجي يفتح العظمه لا سمح الله، ولا يكسرها وبعدين يظبطها تاني، يحصل التهاب في العظم. التهاب في العظم ده ما بيخفش بسهوله، لازم يكون عامل كل لا ما بيخفش خالص. التهاب في العظم ممكن يقعد سنتين ثلاثه يتعالج منها. فاحنا حضرتك اي عمليه بتيجي تتعمل لازم ناخد راي وراي ناس كبار. ممكن ما نعملش عندهم العمليه بس ناخد رايهم. ده نصيحه عامه يعني. أكيد. والجامعه موجوده، يعني تروح هي جامعه اسوان حضرتك، واخبار حضرتك كليه الطب تعرضوا على بتوع العظام. اكيد ان شاء الله. اكيد. احنا كنا عايزين ناخد مدام رشا. طيب اتفضل. طيب ناخد مدام رشا. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله، نعمه وفضل. اتفضلي يا مدام رشا. ربنا يخليك. ممكن انا عندي 39 سنه وبشتكي من الفقرات العلويه في العمود الفقري، ده بقالي 3 4 ايام. الفقره دي بتوجعني جدا والماني، بدهنها مسكن مرهم بس ما فيش فايده. انت وزنك كام سنه؟ انا وزني 100 كيلو وسني 39. وطولك؟ وطولي 156. مدام ولا أنسة؟ لا مدام. مدام رشا. عندك أولاد؟ عندي 3 أولاد. بتشتغل إيه يا مدام رشا؟ بشتغل في صيدلية. يعني مثلا بتشتغل على الكمبيوتر كتير؟ بتكتبي كتير؟ لا. أمال إيه؟ يعني الفقرات دي الفقرات العنقية مش كده؟ يعني مثلا ثالث او رابع فقره، بالك يعني الثالثه او الرابعه اللي هي قدام العظمتين بتوع الذراع في الاخر خالص، اخر الذراع من ورا. لا دي عظمتين بقى في الظهر كده، هي بقى على استقامه واحده. لا اخر الذراع من ورا ده، لا 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 لا، انت دخلت كده في الصدريه، في الفقرات الصدريه مش العنقيه. العنقيه اللي هي الرقبه. لا مش الرقبه، تحت الرقبه بالظبط، يبقى دخلت في الصدريه. ايوه واخد بالك. دي بقى لها 4 ايام بس؟ بقى لها 4 ايام بس كده. انا كنت مرهقه بقى لان طب خلاص خلاص يعني كلمه على القد. قبل على القد 4 ايام قبل كده كانت كويسه؟ قبل كده كانت كويسه. بس حضرتك ده انت مش محتاجه حاجه خالص، وانت شغاله في الصيدليه كده خدي بروفين 400 مللي جرام، حبايه بعد الغدا وحبايه بعد العشاء، 3 ايام بس هتخف. بس لازم اقفلي بقى، انا هكملك. شكرا. بس لازم نعمل ايه؟ يعني هو واضح ان هي يا اما دي حاله طارئه ومش هتتكرر تاني،
يا اما هتتكرر تاني، اي حاجه عظم او عضلات او كده بتخف يبقى فيها نوع من التكرار، فلازم هي تكون تظبط من الدنيا. يعني لو قعدتها غلط، لو شغلتها غلط، لو ماسكه النت على طول، موطيه راسها على طول، بتنام، ده كله لازم يتظبط، لازم تغير. لازم ده، لكن في الحاله دي هتخف على طول باللي انا قلته ده، مش محتاج يعني. تمام. مش محتاج شطاره. طيب ناخد ام محمود. سلام عليكم ام محمود. طيب ام محمود ناخد ام عبد الله. سلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا متجوزه ومعايا ولدين وجسمي ده ضعيف خالص. انا 51 كيلو برضع. خلاص 51 كيلو وصل. ماشي. 51 كيلو برضع وجسمي ضعيف خالص، عايزه اي حاجه يعني. سنك كم سنه انت؟ عندي 22 سنه. وطولك قد ايه؟ 162. ومتجوزه بقالك قد ايه؟ بقى 4 سنين متجوزه. طب ما مجوزيكوا سن 18 سنه، ده مين ده بقى اللي كان يعني واقف على الباب ده؟ ايوه. طيب بتشتغلي ايه؟ ما بشتغلش، ربة مامي. طب خسيتي بعد الحمل والولاده؟ هو انا في الطبع كنت ضعيف، كان جسمي ضعيف، بس مع الحمل والولاده خسيت خالص. لا، السؤال يتجاوب بطريقه تانية، يعني انت خسيتي قد ايه وانت بنت وبعد ما اتجوزتي؟ يعني انا يا دكتور ما كنتش يعني تخينه للدرجه برضه، يعني كنت برضه في حدود مثلا يعني 55 كيلو. ودلوقتي يعني ودلوقتي كام؟ دلوقتي كام؟ دلوقتي 51 كيلو. يعني 4 كيلو. حاضر حاضر، الف سلامة. شكرا. الدورة منتظمة وكله كويس. ده بتردع صحيح يعني كويس. شكرا ام عبد الله. طيب هو بص يا فندم، هي رجعت تنتظري معانا. طب تاخد ام محمود، خدها بالمرة. طيب ام محمود سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا ام محمود. هو الخطوط اصلها احنا بنقول بس للناس يا استاذ حسام. لو يتصلوا بالارضي، لو عندهم تليفونات ارضيه يا ريت. ما هو كله بس الارض انا متهيألي اختفى خلاص. لا بس هو لو يحط الرقم بتاعنا على الارض هيشتغل ويبقى كويس قوي قوي. تمام. والصوت بيجي واضح وكويس جدا. ام محمود معانا ولا فصل؟ ده تلاقي بقى لها ساعه بتتصل مش عارفه تجيبنا. طيب ناخد ام محمد. سلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله نعمة وفضل. اتفضلي يا ام محمد. اتفضلي. ايوه ازي حضرتك؟ ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي معاك الدكتور. لو سمحت يا دكتور، انا كان عندي تضخم في الغدة الدرقية. اتفضلي بسمع سيادتك. ايوه. اتفضلي بسمع حضرتك. وكنت باخد البرشام بتاع يوثيروكس. قد ايه الجرعة؟ مرة الصبح على الريق. 50 ولا 100 ولا قد ايه؟ 25. ده مين اللي بيهزر معاه كده؟ انت ايه طفلة؟ الدكتور اللي كاتبه والله. سنك كام سنة بس؟ 40 سنة. بقالك قد ايه ماشي على 25 مايكرو جرام؟ 3 اشهر يا دكتور. ولا اداكي حاجه؟ ايوه. والتضخم قل جدا؟ شويه، ما وشي ما بقاش ورم زي الاول. طيب وانت تحليل الغده كان فيه نقص ولا ما كانش فيه نقص؟ كان فيه، هي كان 5.5. اوكي، لكن التي 3 والتي 4 تي اس اتش والتي الفري تي 3 والفري تي 4 كانوا نورمال. ها؟ انت وزنك كم كيلو؟ 88. انت رحت للدكتور عشان بتقولوا في تضخم في الغده الدرقيه ولا في حاجه تانية؟ عشان تضخم، وعشان حضرتك عندي ارتجاع في المريء بيخليني اشرق. طيب اقفلي وهرد. يعني انت ايه اللي تعبك دلوقتي؟ انت بتتصلي ليه؟ اللي حضرتك الشرقه متعباني وانا صاحيه وانا نايمه. ده من قد ايه الشرقه دي موجوده؟ من يجي 4 اشهر. وانت بتاخدي العلاج بالك قد ايه دلوقتي؟ انا خدت بس اللي هو الاسيروكس دوت بقالي كده 3 اشهر باخده، ومن حوالي بس اسبوع رحت برضو الدكتور تاني كتب لي على برضو الادويه لارتجاع المريء، بس مش حاسه برضو بنتيجه. طيب
شكرا جزيلا، مع السلامة. شكرا شكرا أم محمد. هو بص اتفضل يا دكتور، عملية الالتروكسين انت مالك لميت الاقلام؟ لا هو انطبط الصحف. والله يا دكتور انا ما اعرفش الحلقه بيحصل لا يعني. انت اول ما بتعملها انت لا اراديا كده ليه رحت ماسك القلمين؟ عارف انت زي حط واحد هنا بدل ما افضل اغمس. احنا في حد ما جاوبناش عليه. حد ما جاوبناش عليه. رفيعه، الرفيعه 55 كيلو او 51 كيلو. هتاخد ترياكتين حبايه قبل الغداء بنص ساعه او بساعه، وحبايه قبل العشاء بساعه. الدواء ده بينيم وبيفتح النفس وبيأكل كويس. وتهبر بقى اللي هي انا مش هقدر اقول لها ايه النظام الاكل، لكن هتاكل نشويات كتير قوي زي العسل والمسكرات والجاتوهات والحاجات دي والسمنه والزيت والحاجات دي كلها مع الدواء ده ان شاء الله كفايه قوي عليها. ده هتنزل 4 كيلو من 55. لا هي عاوزه تبقى 60، المفروض 65 واخد بالك. دي بالنسبه لي. بالنسبه للاخيره الالتروكسن او الاوثايروكسن اللي بتاخده 25 مايكرو جرام، ده كلام هزار. هي هتزوده لو كانت عندها نقص فعلا تاخد من 50 ل 100، فتبدا ب 50 دلوقتي ونفس الدواء برضو لمده 3 شهور، وبعد كده نبقى نزوده ان شاء الله. ارتجاع المريء ممكن يكون اوثايروكس هو اللي يزود ارتجاع المريء شويه، فممكن بدل ما بتاخده على معده خاويه تاخده في وسط الاكل او بعد الاكل، وفي الحاله دي ترفع الجرعه شويه الى 75 مايكرو جرام. الادويه اللي هي اللي الدكاتره كاتبينها لها بتاعت المريء بقى لها 4 ايام بس، تواظب عليها، وبعدين بعد 3 اسابيع تتصل بينا تاني لو عرفت تجيبنا عشان نقول لها نظبط لها الدنيا. تمام. ان شاء الله. دكتور محمد، احنا ابتدينا الحلقه بموضوع مهم جدا اللي هو الكورونا اللي عامل ذعر العالم كله. والكلام كله مهم، فحضرتك معاك الدقيقه او كام ثانيه. هو الحقيقه يعني الكورونا ده ليا وليك ولكل الناس. ان هو كنت بناقشك في الموضوع ده يا استاذ حسام قبل ما نيجي. نعمل اللي هو نسميها كلوزد كلاسترز، ده تعبيري انا المفروض استعمله عالميا. موجود. يعني ايه كلوزد كلاسترز؟ يعني ان احنا نتعامل في دوائر شبه مغلقه من البشر، لان هو لو طول قوي هيجيب للناس كآبة. يعني انا احدد الناس المقربين قوي ليا اللي انا بتعامل معاها حتميا كل يوم او هقعد معاهم فترات طويله. يعني هو المرض ما بيجيش عابرا، يعني مش واحد معدي جنب واحد كده هيجيله، لا، ان انا هقف جنب واحد لمده نص ساعه ربع ساعه نفس في نفسه، يكون في معامله. فكل ما الوقت هيزيد يبقى المسافه زينا وحضرتك. تمام. ولو هيزيد اكتر يبقى في الشارع مش جوه اوضه، ولو كان لازم جوه اوضه يبقى الشبابيك مفتحه حتى لو في البرد، وعشان كده هو بيجي في البرد يبقى مفتحه ويبقى المكان واسع، واخبار حضرتك. طب هيطول قوي الاماكن دي مش موجوده، يستحسن ان احنا نلبس كمامات ادام احنا مش هنتكلم كتير يعني. وليه بقى التباعد؟ يعني هو كلمه التباعد ما تنيلت اتقالت يعني، اخبار حضرتك. أكيد. طيب أكيد. المناعه ومش المناعه والفاكسينات والكلام ده كلام كله حضرتك. ما فيش دواء بيطلع في العالم خلال سنه، ما فيش دواء في العالم بيطلع خلال سنه. امال هم مطلعينه لليومين دول للحاجه الملحه. فاحنا بقينا مكان التجارب الطرارية. احنا مكان تجارب الفئران، يعني سواء الصيني اللبناني الاسرائيلي اليهودي الامريكي، اي دواء طالع بما يخص خلال عام فيبقى البشريه هي التجارب عليها. امال انت الدواء اللي انت بتاخده وانا باخده ده بيكون بقاله 10 ل 15 سنه، من 10 ل 15 وفي تاثيرات سلبيه بتبان بعد 30 سنه لدواء. تمام. ولذلك في ادويه بتقف بعد 30 سنه، شوف 30 سنه بتقف. امال انت هتاخد دواء لسه بقاله سنه طالع، يبقى انت هتبقى نصيبك ايه؟ والله يا دكتور محمد ربنا يستر ونقدر نستحمل. هتاخده ولا مش هتاخده؟ ده سؤال صعب جدا 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 الرد. جدا واخد بالك انت بتغامر. طب مش هتاخده يبقى لازم، او هتاخده كمان لازم ان هو اللي انا بقول عليه تمشي حياتك العاديه. والناس المنتجين لازم يشتغلوا، مفيش حاجه اسمها ان الانتاج يقف. لا، واخد بالك، العجله لازم تبقى دايره. بقى لازم تبقى دايره، مفيش غير كده. صح. انها دايره. الدكاتره اولادنا شغالين واحنا شغالين وبنروح وبنيجي، والله يكون في عونهم. واخبار حضرتك. والدكتور طبعا كله بيجي له المريض، ولكن لازم هنقفل. فلا احنا بقى نخلي بالنا ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور محمد اشكرك. العفو يا فندم. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت لميديسن. نشكركم لحسن الاستماع والمشاهده والمتابعه، ونشكر السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد استاذ السكر والغده الصماء كليه الطب جامعه عين شمس، والى لقاء اخر بمشيئه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.